مجموعه بسهوله. راحت الكره لعند جعفر، خسرها، مررها كابيرو، بيعمل كنترول. شوفوا الثلاثيات بالدرجه الاولى بالوقت، هناك الكره الاماميه ايضا لمصلحه العهد، ممكن العرضيه، موني واحد من افضل اللاعبين بيلعب كره العرضيه داخل منطقه جعفر بالوقت، هناك ممكن نشوف تسديد، انما تمريره اماميه، موني داخل منطقه الجزاء. لا 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 لا، ما معقول بالمره الثانيه، هيدي تمريرته لمحمد حيدر المميز، وهيدي تسديدته لموني. لا ما تخلص محمد.